دلوقتي معادنا مع جولة في الصحافة المحلية والعربية والعالمية ومجموعة من الأخبار والتقارير والمقالات المتنوعة. نبدأ من جريدة الأخبار ومنها نقرأ: الرئيس يبحث مع المشير حفتر تطورات الأوضاع في ليبيا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا، وشدد على دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في كافة الأراضي الليبية، وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة والبدء في إعمار ليبيا والنهوض بها في مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبي العظيم. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس بقصر الاتحادية مع المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، حيث تم بحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. ننتقل إلى جريدة الأهرام ونقرأ خبر تحت عنوان: اللجنة التشريعية توافق بالأغلبية على التعديلات الدستورية، الولاية الحالية للرئيس تنتهي في 2024 وله حق الترشح لمدة تالية فقط. وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية المقترحة، وأرجأت التصويت على المادة 185 والمتعلقة بالهيئات القضائية التي تنص على أن وزير العدل يحل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في حالة غيابه لحين إعادة صياغتها. وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس خلال رئاسته اجتماع اللجنة التشريعية أنه راعي ضميره المهني والتزامه الوظيفي، مشددا على أنه لن يمرر نصا دستوريا يتعارض مع المبادئ العليا للدستور أو مع الاتفاقيات الدولية. أكد عبد العال أن النص الانتقالي للمادة 140 جاء استجابة لما دار في الحوار المجتمعي ولم يخلق حكما أبديا، وجعل الرئيس يستفيد من هذا التعديل، مؤكدا مجددا أن مصر بحاجة لدستور جديد من أول مادة إلى آخر مادة. واستعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة التشريعية مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على ما انتهت إليه لجنة الصياغة، حيث أبقت على المادة 140 كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلا من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. ننتقل إلى جريدة الجمهورية لنتابع: مساحته 5 ملايين متر ويوفر 25,000 فرصة عمل، بدء تنفيذ أكبر مجمع للبتروكيماويات بالسخنة بتكلفة 11 مليار دولار. أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة أمس البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية وتوصيل المرافق الخاصة بمراحل تنفيذ مشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والذي يعد أكبر مشروع لصناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط بتكلفة استثمارية 10.8 مليار دولار. وقال الفريق مميش إن هذا المشروع الضخم يعد نقلة نوعية في تاريخ المنطقة باعتباره مشروعا حيويا يعتمد عليه في كثير من الصناعات في مصر، وهناك اهتمام كبير ومتابعة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المشروع. وخلال الفترة القادمة سيتم تقديم كل الدعم والمساندة لهذا المشروع والقائمين عليه باعتباره أحد أعمدة الصناعات في المنطقة الاقتصادية. وفي كلمته خلال اللقاء مع مجلس إدارة شركة التحرير للبتروكيماويات، قال الفريق مميش إن الهيئة الاقتصادية قامت بتسليم أرض المشروع للشركة أوائل مارس الماضي للبدء في توصيل المرافق وتجهيز الإنشاءات الخاصة بالمشروع على مساحة 5.2 مليون متر مربع، موضحا أن إجمالية الاستثمارات المتوقعة للمشروع 10.9 مليار دولار أمريكي ويتم تنفيذه خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن فرص العمل المباشرة المتوقعة في المشروع 3,000 فرصة عمل و23,000 فرصة عمل مؤقتة.
إلى جريدة المصري اليوم الإحصاء 23% انخفاضا في حوادث السيارات عام 2018. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع إجمالي عدد حوادث السيارات على الطرق خلال العام الماضي، إذ بلغ 8480 حادثا مقابل 11.98 حادثا عام 2017، بنسبة انخفاض 23.6%، موضحا أن اهتمام الدولة بشبكة الطرق كان السبب وراء التراجع الملحوظ لمعدل الحوادث، مؤكدا أنه نتجت عن الحوادث وفاة 3087 شخصا وإصابة 11803 آخرين وتلف 13441 مركبة. وذكر الجهاز في بيان أمس أن العنصر البشري هو السبب الأساسي في الحوادث بنسبة 76.8%، يليه عيوب في السيارات بنسبة 15.7%، وأقلها حالة الطرق بنسبة 2.7% من إجمالي الحوادث العام الماضي. وأشار التقرير إلى تراجع عدد المتوفين نتيجة الحوادث إلى 3087 شخصا عام 2018 مقابل 3747 عام 2017 بانخفاض 17.6%. ومن جريدة الوطن، المستشفيات الجامعية تكشف عن شرط جديد لمزاولة مهنة الطب. قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إنه سيتم إقرار ضوابط جديدة لمزاولة المهن المرتبطة بحياة البشر، وأضاف أنه سيتم اعتماد الامتحان المؤهل للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، لافتا إلى أن البرلمان وافق في شهر مارس الماضي على جعل هذا الامتحان شرطا أساسيا من شروط مزاولة مهنة الطب. واستطرد هناك مهن صحية أخرى مثل الصيدلة وطب الأسنان والطب الطبيعي والتمريض، كلها تحتاج لتنخرط في بوتقة واحدة وأن تكون ضمن منظومة صحية واحدة، وهو ما تحدث به وزير التعليم العالي مع رؤساء وأمناء القطاعات الطبية المختلفة، حتى يكون الخريج المصري قادرا على الاشتغال في أي دولة أخرى في العالم دون الحاجة لإجراء معادلة. ننتقل إلى الشأن العربي والدولي، ومن جريدة الشرق الأوسط، السودان نحو حكومة مدنية برئاسة شخصية مستقلة. دعا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أمس القوى المدنية إلى التوافق على شخصية مستقلة تتولى رئاسة حكومة مدنية، وذلك بعد 3 أيام من الإطاحة بالرئيس عمر البشير ونائبه عوض بن عوف. وأعلن المجلس إحالة بن عوف إلى التقاعد، فيما عين الفريق أبو بكر مصطفى مديرا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات خلفا لصلاح قوش الذي أقيل أول من أمس باعتباره أحد أكبر رموز النظام السابق. في غضون ذلك، عبرت وزارة الخارجية السودانية عن تقديرها للدول العربية التي أيدت وساندت السودان، وذلك استجابة للمواقف الداعمة التي أعلنتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين والأردن وغيرها من الدول العربية. وأيدت جامعة الدول العربية في بيان أمس الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري قائلة إنها تؤيد الخطوات المهمة التي أعلنها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان بشأن تحقيق الانتقال السياسي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها القوى السياسية والمدنية السودانية للتوصل إلى وفاق وطني. بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحف. دلوقتي هروح مع فقرة مع زميلتنا هند النعساني عن التعداد الاقتصادي. تابعونا.